قبل ما اسمع حضرتك علي انا هتقل عليكم، قبل ما نعلق على الموقعه دي احنا معانا واقعه تانية جميله برضو اعتقد المشاهدين هيحبوا ان هم يتابعوها، ومفاجاه كمان لحضراتكم، وهي كشف اخر هنكشفه النهارده من خلال الحلقه. ده باسبور هنعرضه لحضراتكم، جواز سفر، صوره من جواز سفر احد النشطاء والثوريين، المفروض ان هو شخص وطني وبيدعي ان هو بيعلي وطنه فوق اي مصلحه اخرى واي يعني جهه اخرى. خلينا بقى نشوف جواز السفر ده مكتوب فيه ايه. ايه رايكم بقى هذا الشخص؟ يعني عشان بس برضو لو الصوره مش واضحه قوي عندنا، دكتور سيف عبد الفتاح معروف عندنا في مصر، دكتور سيف عبد الفتاح المفروض ان هو مناضل ثوري وصاحب راي وصاحب قلم وصاحب ارضيه وطنيه، وهذا باسبور بتاعه تركي، تم منح الجنسيه التركيه، واعتقد ان هي ليست اول ولا اخر وقعه من هذا النوع.